ونرحب أعزائي المستمعين بالشاعر حمد الدليهي الخالدي. ذكرنا في بداية الحلقة أن سيكون بيننا وبينه حديث، لأن هذا الرجل من الناس اللي خدموا الأدب وخدموا التراث وخدموا كل مجالات الإعلام، سواء كان في الصحافة أو في الإذاعة أو في شتى أو في مواقع الإنترنت. وكذلك أخبر المستمعين اللي عرف حمد ويدري عن أخباره، واللي ما عرف أنها روعنا مرض شوي وشيعة أخبار، وتحدثنا معه وكل ما اتصلت فيه قال أبشرك أنا طيب وأنا طيب ولا في شيء وأنا أسمع الأخبار من بعيد تروع، لكن ولله الحمد هو الآن معافى طيب وزال كل الشك اللي فيه. ونرحب بالشاعر حمد الدليهي الخالدي. يا مرحبا ومسهلا يا أبو سعد. أبقى يا أبو محسن، أسعد الله مساءكم ومساء جميع المستمعين، وياك عليك بالخير وعلى جميع صوت البرنامج. أذكر الأخوان المستمعين بأن حمد الدليهي شاعر إعلامي وممثل مجلة الريان القطرية بالسعودية، والمدير العام لموقع النداوي، والمنسق لفعاليات الشعر الشعبي بمحافظة الخفجي. يا مرحبا. أبقى يا أبو مرحبا. نأخذ الشعر ولا نتكلم ولا نتحدث معك؟ بتبي طعامك اللي نبي. حنا نحييك وبسألك سلمك الله. طبعا المستمعين يعني بعضهم اللي يعرف حمد الدليهي يدريبه، واللي ما يعرفه يعرفه ولا يعرف عن أخباره، خاصة عقب ما قلنا أن فيه كان فيه مرض. يعني الإنسان إذا قيل فيك مرض كذا، خاصة بعض الأمراض اللي يوهمون الناس فيها، يمكن فيك يمكن ما فيك، فحوصات مفحوصات، ما مدى تقبلك خبر المرض اللي طبعا كأنه قيل لك شيء أو ما أدري وش، تحدثنا عنه. نعم أولا الحمد لله على قضاء الله وقدره، وأنا مؤمن فيما قدرها الله وشاء. الحمد لله شكرا. هو البداية لو نشرح قصة طويلة لكن نحاول نختصر. هي عشان الوضع عندي من سنتين تقريبا قبل الكشف الحقيقة، أو كشف إن شاء الله اللي الآن لا يوجد، جت سليمة الحمد لله. الحمد لله. كان في ألم في الرأس متفاوت تدريجيا خلال السنتين، كان من فترة إلى فترة يبدأ متقارب من بعض. أراجع الحقيقة يقولون ما معك شيء، أعراضها الكل يقول إنها ضغط، الحمد لله لا في ضغط ولا في سكر. فوصلت إلى مرحلة إنه صار فيه عدم توازن، عندما أقود السيارة أحس في دوخة المسافات الطويلة. رجعت عدة مستشفيات، طبعا ما وفقوا في التشخيص المبدئي، لكن في مستشفى أنا عندي بنفس المحافظة وقريب مني بانتسابي للعمل من المستشفيات الضخمة في تقنيته وفي أطباءه، آخر شهر صرت أجيه باستمرار، إلى أني يوميا صرت أجيه سبب هذا الوجع. طبعا كنت في سفر على السيارة حسيت في وجع في رأسي، إلى أني ما أتحمل سوق السيارة وقود السيارة. فالحاصل سافوني ناس جزاهم الله خير، جيت المستشفى فالحالة عندهم مستمرة لمدة أسبوع في حالة طارئة. أجي قرروا في أخذ أشعة الرنين. نعم. في اكتشاف أنه في جسم غريب في الرأس. طبعا هم تفاجأوا أنه يعطونك خبر أن هذا من الأورام أو من الأمراض السرطانية أو من، فحاولوا أنهم ما يعطوني خبر أو المحيطين يخفون عليك، حاولوا يمنعوني من الاتصالات. نعم، أتصل بأي جهة أو أن أخذ الوضع كطبيعي. بس أنا باكتشافي خلال دراستي البرمجة اللغوية العصبية وأوجه الناس اللي حولي أو نظراتهم أن في شيء غريب يعني عندي، فأقطعوا الشك باليقين، أسووا أشعة الرنين فاكتشفوا أن هناك جسم، لكن التحاليل مبدئيا ما أعطت نوع هذا. على كل الحمد لله، فكانت أيام الحمد لله. طبعا تقبلي له غصب الحمد لله. يعني أكيد أنه ما حد متقبل الشيء هذا، لكن بفضل من الله سبحانه وتعالى. كيف تأكدت؟ كيف تأكدت ولا الحمد لله؟ هو على كل أول شيء أنا أشكر
جميع من بذل جهده معي وفزعات من أصدقاء ومن أقارب ومن تعاطف معي في وقت الحالة. طبعا في تحويل تخصي الرياض بعدين تخصي الدمام، فالحالة كانت صعبة حتى عند الأطباء، بس أنا سبحان الله كنت قارئ عن هذا العلاج، عن كيفية العلاج، مما فيه المعنويات ترتفع، الخلايا تقتل هذا المرض. الحمد لله. فالحاصل تبعت عند دكتور سعودي جزاه الله خير، وجهنا الآن الشكر دكتور حسام الحبيب في مستشفى الملك فهد التخصصي. استاهل. فأعطاني اطمئنان من المبدئيين، يعني قال اطمئن ترى الوضع طبيعي ولا معك أي من الحالات اللي مؤثرة. الحمد لله. فكان في أطباء غيره يعني لدرجة أنهم وصل الوضع إلى عندك ترى حالة أخرى بعد، الحق على نفسك. نعم. فتأثر تأثير الناس اللي حولي هو اللي أثر علي مبدئيا. ففي ثلاثة أشهر كانت الحياة شوي صعبة، لكن حتى ما اتصل فيك، أنا محنية لك ما اتصل فيك. الله يطول عمرك ومحسن السامعين. فالحمد لله قبل رمضان هذا الماضي آخر النتائج متابعة لمدة سنتين، طبعا من خلال أشعة الرنين والصبغة اكتشفنا انه او اكتشف الطبيب انه شيء ما منه اي تاثير نهائيا. الحمد لله. وهو موجود وحميد والحمد لله والامور على ما يرام. الحمد لله. طيب احنا عندنا اسئله كثيره ما ادري ناخذها قدر ناخذها، سمعنا قصيده وبعود اخذها علشان نلطف شوي عقب التاثير الالام وذي وذكرها ما ودنا به. لا بشرك في ابيات من ضمنها يعني كان وقتها يقول بدا السيني عناوين الوجع تنسج خيوط الموت، علامات المرض في حالتي ما مرها ناجي، عالج واتخيل جثتي والشاش والتابوت وانا خايف يمر الوقت، ما ينفعني علاجي وانا مؤمن قلبي في عبادة ربنا منحوت، توجه لدعائي واطلب بشفائي وفراجي. الحمد لله. ابو سعد ما هو انطباعك عن مستوى الشعر مع تعدد وسائل الاعلام في هالايام؟ مستوى الشعر ايه. والله الشعر الآن ما في مشكلة، الشعر متزايد وتعدد الوسائل الإعلامية من صالح الشعراء خدمته، والأجود أبقى والسابق طلع يدها مثل ما قال نبي البدوي، لكن الوسائل الإعلامية القائمين عليها هل هم يحددون من يستحق الظهور ليبقى بين القصيدة عندما تخرج من صندوق شعرها، بالذات نحن نختص الشعر، القصيدة عندما تخرج من صندوق شعرها يشاطره الآخرين في ملكيتها ولهم حق إبداء الرأي. ما هو ملكها الخاص. على الوسيلة الإعلامية يحدد الشاعر المستحق ظهوره أو لا. هناك بعض التخبط من وسائل الإعلام لظهور بعض الشعراء وهو في خدعة، يعني يترك هذا الشاعر المبتدئ خصوصا أنه في خدعة، لأن ظهوره خلاص انه مكتمل بالاشاده وهو مخدوع. اي نعم. ولا تعدد الوسائل مصالح الشاعر وعدم الحصريات فيما مضى، يعني كان يعانون بعض الشعراء من بعض الوسائل الاعلاميه لقلتها او لحدتها على بعض اشخاص معينين فقط. طيب. هل هناك يعني انا استمعت لقصيدك قصيد كثير وقصائد طيبه مثل ما سمعناه، يعني هل هناك اصدار ديوان مقروء او صوتي او انشادي او نظم، واذا كان صوتي مع اي منشد؟ والله المقروء باذن الله شبه اني انتهيت منه. اسمه الحقيقه الجزل. وهذا طبعا يبقى ارشيف، لان الان الاصوات الصوتي اصبح هو السائد. اي نعم. طيب انت في صوتي؟ نعم، وقريبا اتمنى احنا نسمعه قريب باذن الله. حسب رؤيتك في اي سن يتخذ الشاعر قراره باصدار الديوان؟ الشاعر يعني اللي اشادوه به الناس انه شاعر، هل في سن ولا كل ما شاف نفسه انه يقول انا مبكر انا لسه هذني ابي اقدم كامل اعمالي؟ نعم، هو على فكرة الشاعر يمر بثلاث مراحل. المرحلة
البداية أو المرحلة المبدئية للشاعر، وهذه البدايات أنا أتمنى أن الشاعر يضعها من المنسيات. مرحلة تصحيح الأخطاء ومرحلة النضوج. فإصدار الديوان بعد الخلاصة، خلاصة الشعر، وعندما يكون نظم الشاعر في تركيبة الأبيات في سياق منظم، اختيار المفردة المناسبة في المكان المناسب، يكثف من القراءة لأجل أنه يطلع بالصورة، لأن القراءة ثقافة الشاعر. فأما أني أستعجل على ديوان وأنا ما زال فيه البدايات وتصحيح بعض الأخطاء، فأعتقد أن هذا ليس نجاح للشاعر لدى القارئ المثقف، لأن القارئ المثقف هو أهم المطلعين على نتائج الشعر. طيب أنت هل يهون عليك؟ أنا الآن عندي من بداياتي ولها ذكرى، هل ومتوهق فيها، محتار فيها، هل يهون عليك أنك تلغي شيء من القصائد اللي لها ذكرى، حتى لو أنها طبعا موزونة لكن ما في مستوى عقب ما ينضج الإنسان وينضج الشعر؟ هل تهون عليه ولا تبقى في حيرة، أحطها ما أحطها، أخليها تحسب علي؟ بما أنها هو الشعر أدرى في نفسه. وأنت يا أبو محسن بداياتك هي الجزرة طال عمرك. لا 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 لا، عندي من اللي متوهق به. لا إذا مثل ما الرزات انبثت بعمته هذا ما يتوهق فيه. هذه والله من البدايات بكثارة قصيدة يا أبو سعد. وافي عسى عمرك طويل أنت السعد. هناك البدايات لابد فيها من عطفات مفردة غير متوافقة على سياق الجملة في الشطر، فهذا أتمنى من الشعراء أنهم عدم الاستعجال لنشر أي ديوان أو نص لا يعيد النظر فيه. طيب نسمع قصيدة قبل أن نختم، كان ودي أن أتحدث معك لكن ما بقى عندنا إلا حوالي 4 دقائق، ونسمع منك قصيدة قبل أن نختم الحديث معك، ما يمل ويستفاد منه، ويستفيد منه المستمع خاصة الشعراء المبتدئين. أقول خف الغلا يا منعش القلب، خفه خفه وأنا مجهل خفايا وحسيس، لفي معناي 90 لفة مشان ما يدري قريب المرامين. يبطي ما يلحق بي مراده وشفه، لو حط في كل الأماكن جواسيس، شعرك ما هو مثل غيره مخفة ثقيل ثقل كاسبين النواميس. كفو عليك زود. شعرك ما هو مثل غيره مخفة ثقيل ثقل كاسبين النواميس، واللي كلامه عاجز لا يصفه لشافني صدره، تجيها الكوابيس ملف فعلي يختلف عن ملفه، الحرف يفرق لو تساوى قراطيس، هوارته طاروقها للمسفه مع فرة السبحة وطق المراويس، يا ليل تتبع عين للي تنفه، فاطرب لها مجموعة الشيخ عتريس، والبحر له شاطي وللنهر ضفه، لحاولوا تهميشتي زمرة إبليس، وانتي وانا في كف والناس كفه، والليل ثالثنا ونفح النسانيس، تفضلي هيبة وسلطة وعفه، العين لك ممسى وقلبي مجاليس، يا سلوة المغرم وفيضه وجفه، يا يوسفية حسن كل المقاييس، العين عين اللي جناحه يضفه حرا وحش، العين عين اللي جناحه يضفه حرا وحش، من نادرات القرانيس والخد برق لايحه ما يكفه، يجلس انا ضوه جميع العواسيس، حالي نستعطك على جال هفه، حايم مثل مهام في عشقته قيس، والخاتمه خف الغلاء قلت خفه، شعرك ما يجهل خفايا وحسيس. سلام. صح لسانك وانت سالم، ختامها مسك. نشكر الشاعر والإعلامي المعروف حمد الدريهي الخالدي على الحديث الطيب والأبيات الطيبة. أتمنى إن شاء الله أن يكون بيننا وبينك لقاء يا أبو سعد.